المنبر العلي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العلي بدرب آل المصطفى، المنبر العلي. صلى الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآية الكريمة تقول قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم، إيش نفتهم من عدها؟ نفتهم من عدها أن الله عز وجل ما فرق الأنبياء فيما يقومون به من فعاليات حتى يكونوا عرضة للانتقاد، كأنه هذول كانوا ينقدون الأنبياء وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إذا كان هذا نبي ليش مثلنا يأكل يمشي بالأسواق، كناية عن الكشف، يعني ليش يكتسب ينزل إلى السوق يبيع ويشتري إذا كان نبي ليش الله عز وجل ما يجعل له جنان يهيئ له مقالع من ذهب يعيش بها، يهيئ له أمور من هذا النوع إذا كان كذلك القرآن يقولهم أنتوا لا تفترضون أن النبي صلى الله عليه وآله ينقد بهذه القضايا، لا أبدا لا تنقدوه، لأنه بشر والبشر إلى حاجاته، غاية ما في الأمر الحاجات عند هؤلاء حاجات ما تطلع بيهم إلى المستوى اللي يوصل إلى البشر، البشر يوصلون إلى المستوى البهيمي، الأنبياء لا يقومون بعمل، هذا العمل مهمة، هذا العمل مهمته أن يبرهن للناس بأن الأنبياء في نطاق البشرية في نطاق، يعني خليني أقرب لك المعنى، ويقولون إيش دعوة متزوج هالقد نساء، لأن أنت شو إذا تتأمل أن النبي صلى الله عليه وآله النساء اللي يتزوجها بأجمعها لأهداف اجتماعية، إذا ترجع أغلبها يعني إلا ما ندر الزواج كان لهدف من الأهداف الاجتماعية، بعضها كسر بها نطاق عرف جاهلي، مثلا بالجاهلية إذا واحد تزوج امرأة أفرض كان يوم من الأيام عليه اسم العبودية ثم أطلق سراحه بعد ذلك حرر، إذا تزوج وطلق تبقى زوجته معطلة، تبقى زوجته معطلة، تحجب عن أن تنال قسطها من الحياة، إجا النبي كسر هالعرف لا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها،
في هنا المسألة كسرت عرف من الأعراف الجاهلية. بعض أزواج النبي كان الهدف أن يكسب القبيلة بأجمعها من وراء كسب هذه الزوجة. بعضهم مثل ما كان النبي يتألف المؤلف قلوبهم، يعني أرجوك أكو جماعة النبي كان يعطيهم أموال، هاي الأموال يعطيهم إياها اللي كان رسول الله يدفعها لهم عينا، مثل ما يعطي أموال يشتميل يتزوج من القبيلة ليشتميل القبيلة توطئة لمسيرة الدعوة حتى الإسلام يأخذ طريقه، يأخذ طريقه يمشي ما يقف أحد في طريقه، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها، وسيجينا المعنى خلال البحث. إذن أول شيء قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم تقول الآية يوحى إلي. شنو معنى يوحى إلي؟ يعني أن جميع ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله ما يخرج عن نطاق الوحي، يوحى إلى هذا القول أو هذا الفعل بوحي من السماء. يعني نغلق باب الدعوة اللي تقول أن النبي يمكن أن يجتهد، نبه لي، يعني طلع له حكم شرعي أفرض من الدليل. القرآن يقول لا، النبي ما يجتهد، يتبع ما ترسمه السماء. ليش؟ لأن المجتهد يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. المجتهد يبحث عن الحكم، يجي إلى الدليل، إلى القرآن مثلا أو إلى الحديث النبوي الشريف، يطلع منه حكم شرعي، مرة يطلع الحكم تماما يصيب الواقع، ومرة لا يخطئ. المجتهد عرضة للخطأ، وإذا أخطأ يعذر، لأن استعمل كل جهوده، استعمل ما في وسعه وما قدر يوصل، اللي قدر يوصل إلى الله عز وجل يعذر عليه. فمو معناه دائما يصيب الواقع، المجتهد عرضة للخطأ. وما نقدر احنا نفتح على النبي صلى الله عليه وآله باب الاجتهاد ونجعله عرضة للخطأ، لأن المصالح الواقعية لا يدركها إلا الله عز وجل. نبه، مصالح الواقعية ما يدركها، كل حكم مربوط بمصلحة واقعية. شنو هي المصلحة الواقعية؟ يعني ليش الله عز وجل حرم من الذبيحة 14 شيء حرمها من منها النخاع مثلا، منها البيضتان مثلا؟ ليش؟ ما أعرف العلة شنو، أنا ما علي أن أتعبد، يعني مو اعتباط، المشرع حكيم، علي أن أتعبد، لما الدين أمرني خلص أمتثل. ليش هذا حرام؟ ما أدري. ليش مثلا بنت الأخت أو بنت الأخ حرام وبنت العم حلال؟ ما أعرف أنا العلة شنو، ما أعرف، علي أن أمتثل، لأن المشرع حكيم وأعرف بالمصلحة وأعرف بالعلة، فما من حقي وأنا محدود في أفكاري، محدود في آفاقي، أني أجي أقترح على السماء. لكن مع الأسف إحنا انفتح عندنا هالباب هذا، يعني أنا يعز علي أن أقول أن هذا تقريبا في عهد النبي انفتح هذا الباب، تحكيم الرأي بالوحي، تحكيم المصالح بالوحي. أكو جملة من الآيات القرآنية وقفوا الصحابة بوجهها، وليش؟ قالوا المصلحة بخلافها، مصلحة خلاف. مثلا سهم المؤلف قلوبهم، سهم المؤلف قلوبهم قسم من الزكاة، الزكاة توزع على 8 أشهر، سهم من عدها يعطى للمؤلف قلوبهم، يعني إلى طبقة هذول يشتميلوهم للدين من نمط أبو سفيان وأمثاله. هذه المبالغ اللي كانت تدفع لهم شنو الهدف من عدها؟ ما أدري أنا، يجوز استمالة للدين ويجوز أكو أبعد من هذا أهداف أنا ما أهتدي إليها. أجل البعض قال لا، هذا كان النبي إنما يعطي سهم المؤلف قلوبهم، إسلام كان ضعيف وكنا محتاجين لذولا يدعمون الإسلام، الآن الإسلام صار قوي، شنو حاجتنا لذولا؟ امنعوا هذا السهم، سهم المؤلف قلوبهم امنعوه. يعني معنى ذلك أن إحنا بدأنا نحكم المصالح بالقرآن، أو نخضع النص القرآني لآرائنا، مع العلم النبي ما إله هذا الحق، النبي نفسه ما يملك الحق، فكيف يملك هذا الحق غيره؟ نبه، يعني مثلا حي على خير العمل،
افرض بالأذان موجودة، وكان عبد الله بن عمر يؤذن حي على خير العمل، كان الإمام زين العابدين يؤذن حي على خير العمل، والرواية مروية في أكثر من مورد أن الأذان هكذا. إجا الخليفة قال لا، هذا حي على خير العمل، إذا الناس سمعوا أن خير العمل الصلاة راح يعوفون الجهاد، إحنا بحاجة إلى الجهاد. هذا لما أقول له خير العمل الصلاة راح يكسل، يقول أصلي لوين طالع، أنا قاتل يجوز أقتل، راح يعوف الجهاد. نعم، وإذا ترك الجهاد إحنا راح نقع في كارثة، عليه هذا نوخره من الأذان. زين، خرج انشال من الأذان حي على خير العمل، وهكذا نبه هالأمور. ما نقدر إحنا نخلي آراءنا نسلطها على ما أوحت به السماء، لأن الإنسان محدود في رأيه، في مداركه، في فهمه. الله عز وجل هالمعنى ما أعطى للنبي نفسه، للنبي نفسه الله تبارك وتعالى ما أعطاه المنزلة أن يوقف بوجه الوحي ويحكم آراء بلو أبدا أبدا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، فيقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولذلك دعوة فتح باب الاجتهاد للنبي أغلقت، أن النبي ما يجتهد. زين، نرجع إلى مسألة ترتبط بها المسألة وهي أئمتنا. إحنا يكذب من ينسب إن بأننا نقول أن أئمتنا مشرعون، أئمتنا يشرعون، يعني هم مثل ما ينزل حكم شرعي بالقرآن يجي الإمام يعطي حكم شرعي، يشرع من قبله، من قبل نفسه. معاذ الله، ما عندنا هالقول هذا. أئمتنا ينقلون بس عن رسول الله، ورسول الله ينقل عن السماء، الواسطة بيننا وبين رسول، الواسطة المأمونة. شأنا أوضح لك المعنى، لأنها نقطة مهمة. شنو معنى الواسطة المأمونة؟ يعني أرجوك أنا لما أرجع إلى الوسائط الأخرى أجد عند الوسائط الأخرى بلايا. يعني مثلا خلي أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا واحد من الصحابة يروي عن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا عدوى ولا هامة ولا طيارة. عدوى ما أكو. زين، قام له واحد من الأعراب قال له يا رسول الله أنا جاي أشوف هاي الجمال اللي عندي، أنا عندي إبل، عندي جمال، هاي جمالي إذا واحد يتمرض بالجرب يعدي الباقيات كلها، كلها تنعدي. منين إجا هذا؟ قال له فمن أعدى الأول إنما هو القدر. فمن أعدى الأول خو ما يمنع أن يكون طرق العدوى مختلفة، مرة طرق العدوى تيجي رأسا من اختلال بيولوجي مثلا، أو من عامل من العوامل الداخلية، ومرة تيجي من عامل من العوامل الخارجية. لأن أنت إذا تيجي تثبت لي أن النبي يقول لا عدوى، العدوى ما موجودة، معناه أن النبي ناقض نفسه. شلون يعني ناقض نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وآله كان يقولهم لأصحابه، يقولهم إذا رأيتم الطاعون ببلد فلا تهبطوا، إذا الوباء صار ببلد لا تنزلون بذاك البلد، وإذا وقع وأنتم في ذلك البلد فلا تخرجوا، لا تطلعون تنقلون الطاعون إلى الآخرين. هذا الرأي صريح بالعدوى. بعدين أكو أشياء واقعية أمام عيوننا الآن، جاي نلاحظ أن العدوى الله ربط الأسباب بمسبباتها، ومن جملة الأسباب انتقال العدوى من المريض إلى الصحيح، هذا سبب من الأسباب موجود، وهذا لا ينافي الدين ولا ينافي العقيدة. فإذا النبي يأمر وينص على أن العدوى موجودة، يجي مرة أخرى يناقض نفسه يقول لا عدوى، من أعدى الأول، الأول عدي بسبب من الأسباب، لأن كان بصحة، هاي الصحة انتقل منها للمرض. ليش انتقل؟ لكل محدث أو لكل حادث محدث. من اللي أصاب بالمرض؟ إما يعني طرق، كأنه طرق العدوى إلها أسباب، مرة يكون اختلال جسدي، مرة يكون لا طارئ من الخارج، هاي وحدة وسيلة من وسائل العدوى. فأنا لما تجيني الرواية عن النبي عن هالطريقة، هي سهلة، لكن تسمعني هالرواية، خل أنقل لك بعض الروايات. مثلا يروي البخاري
اللي يحب خلي يشوف في تفسير سورة الإسراء من صحيح البخاري، يقول: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة ونظروا إلى ما في ساحة القيامة من أهوال، يعني أنقل لك المضمون، نقلوا ما نظروا إلى ما في ساحة القيامة من أهوال ومن عذاب ومن رعب ومن مشاءلة، يفزعون يخافون. يقول يجون رأسا إلى آدم عليه السلام، يقول له: يا أبانا، أنت أبونا والله خلقك بيده، وأنت إلك جاه منزل عنده، احنا نريد من عندك تأتي تشفع لنا حتى ترفع الرعب عنا. قول قال لهم آدم: لا، أنا نهيت عن الأكل من الشجرة وما انتهيت، ومعنى ذلك أني أنا خجلان ما أقدر، والله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعد ذلك ولا قبل ذلك، عليه أنا اعفوني من المهمة هاي، ما أقدر أشفع لكم عند الله بأن يرفع عنكم الشعور بالرعب أو بالخوف. زين، اذهبوا إلى نوح. يقول وداهم إلى نوح، جاءوا إلى نوح قالوا له: يا نبي الله، أنت من أنبياء الله عز وجل وممن رعاه الله وعني به، وعليه أنت الآن بوسعك أن تخلصنا من هذا الرعب من هذا الخوف، تشوف أهوال القيامة. يقول: فالتفت نوح إليهم قال لهم: إن الله قد غضب غضبا في هذا اليوم لم يغضب مثله ولا يغضب مثله بعد ذلك، وأنا لا سبيل إلي أن أذهب إلى الله، لأن عندي ما يمنعني من الذهاب إلى الله والاستشفاع لكم، اذهبوا إلى إبراهيم. يقول يجون إلى إبراهيم يقولوا له: يا أبا الأنبياء، أنت أنجاك الله من النار، أنت خليل الرحمن، نعم، وإحنا جايك نستشفع بك إلى الله، ويريد من عندك تشفع لنا عند الله حتى يرفع عنا هذا الخوف، يؤمننا من العقاب. يقولهم: إن الله قد غضب غضبا في هذا اليوم لم يغضب مثله ولا يغضب مثله بعد ذلك، وأنا قد كذبت 3 كذبات، وهنا لأني كذبت 3 كذبات ما أقدر أنا أروح إلى الله أستشفع لكم. طيب، إذن يقولهم روحوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى عليه السلام، يقولوا له: يا موسى، يا كليم الله، أنت حبيب وإلك مكان عند الله، تعال اشفع لنا لأنه إحنا بحالة رعب وهلع. يقول لهم موسى: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، والله قد غضب غضبا لم يغضب مثله في مثل هذا اليوم ولا بعد هذا، عليه أنا ما أقدر، اذهبوا إلى عيسى. يقول يجون إلى عيسى، فإذا جاءوا إلى عيسى عليه السلام يطرحون عليه، يقولوا له: أنت روح الله وكلمته، وأنت بوسعك أن تشفع لنا، تخلصنا من هذا الرعب من هذا الخوف مما أصابنا من الفزع. يقولهم: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله في قبل هذا ولا بعد هذا، أنا لا يشعني أن أطلب من الله لكم الأمن والأمان مثلا. فيقولون بعد ذلك يجون للنبي، إذا جاءوا إلى النبي، النبي يأخذهم بيده يشفع لهم. من يروي هالعبقريات هاي؟ ها؟ يرويها واحد ماخذ مساحة، الله وكيلك إذا تدور عليه، أبو طالب كله ما ماخذ 1 على 100 من المساحة هذا اللي ماخذها بوسائل الإعلام، أبو هريرة. فأتأمل، أرجوك، هؤلاء الأنبياء هذول مو أنبياء الله، مو أحباؤه مو أعزاؤه، الله تبارك وتعالى كرم رسله، هذول أولو عزم، كرم أنبياءه وكرم رسله. إذا مسألة الشفاعة جائزة مثل ما جوز للنبي جوز لهؤلاء، إذا ما جوز نعم ليش ما جوز مثلا لهؤلاء وجوز لهذا فقط؟ إذا نريد نرفع من قدر النبي ما نرفع من قدر النبي بمثل هذا، مو إحنا مو نقرأ القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه،
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. طيب هاي مو تفرقة بين الرسل، هاي مو منافات لهذا المضمون القرآن. طيب مثلا تلقى من هالنوع يقول زيد ابن عمرو ابن نفيل اجا قبل ما ينزل الوحي على النبي، هذا كان من الموحدين قبل الإسلام، والنبي عزمه إلى البيت، دعاه إلى بيته وجاب له طبق، الطبق به لحم وبه خبز. اللحم منين؟ يقول مما ذبح على النصب، هذا اللحم أخذوه إلى مما كان يذبح على النصب، على المعبود، على الصنم. فلما نظر زيد بن عمرو بن نفيل إلى اللحم قالوا أنا لا أكل لحما ذبح لغير الله، أنا ما أذكر ما أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يقول النبي رجعه، وبعد ذلك النبي ما أكل من اللحم، يعني ما كان يعرف أن الشيء اللي ينذبح على النصب ينافي النبوة. لما نبه زيد بن نفيل الروايات اللي من وكلها بقلب الصحاح. مصيبة يا أخي، بلا على إحنا هذا المعنى الحمد لله ما عندنا يعني روايات أئمتنا. شو تنبه لي إحنا لا نعتبر الأئمة مشرعين ولا نعتبر ما يصدر منهم يمكن أن يتطرق إليه الشك. ليش؟ لأنهم معصومون، والعصمة أكثر من مرة إحنا ذاكرين مو بعبع، لون من التهذيب العالي، المعصوم مهذب تهذيب عالي بحيث لا يصدر منه ما ينافي الحقيقة والواقع. هذا هو معنى العصمة، مع القدرة، مع وجود القدرة. يعني الإمام يقدر يعصي لكنه لا يعصي، ويقدر يترك الواجب لكن لا يترك الواجب، لعنده لون من التهذيب العالي، هو هذا معنى العصمة. فأنا إذن النبي الإمام ما اعتبره مشرع أبدا، الإمام واسطة بيني وبين رسول الله، هذا واقعنا. يقول الإمام الباقر إنما نحدثكم بأحاديث نكنزها عن جدنا رسول الله كما يكنز أحدكم ذهبه وفضته، هذا إحنا. لكن كل ما في الأمر أن وسيط مأمون، وسيط لا يتطرق إلى قوله الخلل، هذا مو أكثر. وإلا إحنا ما ندعي أن أئمتنا مشرعون أبدا، التشريع لله، إن الحكم إلا لله. نبه. إذن خلينا نرجع للآية. الآية تقول قل إنما أنا بشر، أولا لا تصعدون بينا عن مستوانا، وحدة إحنا يوحى إلينا مو من عندي أنفسنا، نقول شو يوحى إلينا؟ إنما إلهكم إله واحد. زين هاي شنو هي؟ نبه العيوني. أولا القرآن الكريم يريد يغذي وجدان كل مسلم بأن لا يحمل في وجدانه إلها غير الله. شلون يعني الأكو واحد مسلم يحمل في وجدانه إله غير الله؟ فعلا أكو، مع الأسف كنا تقريبا. شو ترجع لنا؟ نبه. الآن تعال إلى تصرفاتنا، تلقى الله عز وجل يدعونا إلى القيام بعمل، والهوى يدعونا إلى القيام بعمل آخر. خلي أقرب لك المعنى. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. زين القرآن يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أجي أنا أقول عجيب، هذا اعتدى علي، هذا التافه، أنا أجيب أحطه بمستواي، دول لازم أحرقهم عن بكرة أبيهم اللي اعتدوا علي. يعني أطيعوا بذلك ماذا؟ أطيعوا بذلك الهوى. سليمان بن عبد الملك إلى قضية من النوع، يوم من الأيام طب عليه واحد من الخوارج، طب عليه وهو مطأطئ قاعد يم عمر ابن عبد العزيز، وسليمان قاعد على سرير الخلافة، ودخل هذا قال له يرفع رأسك انت ليش مطاطئ؟ قال أكره أن أرفع رأسي فأنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه.
وقف سليمان قال لي ما قولك في الحجاج؟ قال لي الحجاج شرارة من نارك وخطيئة من خطاياك، ها؟ وشتمه وشتم الحجاج. شوي حاورة محاورة حادة من هالنوع، حاورة محاورة حادة زين. قال لي يا عدو الله؟ قال لي لا والله أنا مو عدو الله، وأني خفت الله خوفا صيرك في عيني أحقر من ذبابة. ارتبط ضايق من عند سليمان، التفت إلى عمر ابن عبد العزيز قال له ما رأيك؟ قال له إذا تحب اشتمه كما شتمك، وإذا لا والله تترفع صير أكبر من عنده، أكبر من المستوى، لا شتمة لا تقابله. قال له بس هي هي؟ قال له نعم هي. شو الفرق بينك وبينه؟ هذا بشر وأنت بشر، يعني شو أنت أزيد من عنده أكثر من عنده؟ ها نفسه. الواقع هو هذا، يعني هذا الخط الإنساني. كل ما في الأمر أن الأديان تحاول أن تغلغل المثل الإنسانية في نفوس الناس، يجي هذا يقول لا يعبد هواه يعبد إلهه. فكأن الآية تقول يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، أنتوا لا تشيركم آلهة في داخلكم، إله العصبية إله، وإله العصبية ده يلعب بينا يمينا وشمالا، إله العصبية يلعب بينا يمينا وشمالا. شلون؟ علي بن أبي طالب قتل 35 في يوم بدر، القتلى 70 نص منهم بسيف علي بن أبي طالب. طيب قتل يوم أحد حملة الألوية والأبطال ووقف يدافع، قلع باب خيبر حط طرف من عدها على الخندق وطرف على يده تترش بها، قتل مرحبا وقف النبي يمجد مواقف، برز الإسلام كله إلى الشرك كله، ها؟ وقف باثنين وثلاثة وثمانين غزوة يرجع وقد بنى عليه على قدم بنيانه، ها؟ 64 جراحة يوم أحد، بس جابوه قطعة من اللحم دبوه ألقوه قدام النبي، ها؟ مع ذلك يجيك واحد ويقول أن فلان من الصحابة أشجع من علي بن أبي طالب، ليش؟ يعني شو الدليل؟ يقول الدليل أن النبي لما توفي الناس كلهم ارتبكوا، ها؟ ما حد صار كان عنده قلب قوي، إلى أن إجا هذا الرجل قال لا مو الشكل، مو مثل ما بناكم أنتوا، إن الله يقول للنبي إنك ميت وإنهم ميتون، أن رسول الله ميت، وهذا دليل على قوة قلبه، فهو أشجع من علي بن أبي طالب. بربك أكو واحد يحترم عقله يحشي هالحكي؟ لا، يحترم مشاعره يحترم عقله يحترم أدبه. مو هاي العصبية؟ مو هذا إله الهوى؟ شلون إله الهوى؟ أرجوك يا أخي، أنا إذا ردت أمدح علينا طالب ما جاي أطلع أمتلخة من نصاب الإسلام أبدا، في ضمن نصاب الإسلام هو 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 عطية إلي وإلك على حد سواء، كنا أهل لا إله إلا الله، المفروض أن علي بن أبي طالب لي ولك ولكل المسلمين، لكن ليش هذا إله الهوى يتحكم هذا التحكم؟ وهكذا تعرف نتنبه للآية الكريمة، الآية تقول يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، هذه واحدة. اثنين، أن عدم التوحيد شيء يؤدي إلى أين؟ يؤدي إلى الفوضى، لأن الآلهة إذا تعددت النصاب يختل تماما، تصبح الأرض فوضى، إذا يعبد الهوى تعبد العصبيات يعبد أشخاص، خلص بعد ما أكو فكر موحد بالأرض يمكن أن يلم الناس ويصوب تصرفاتهم، ها؟ فلذلك الله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كان فسدت السماوات والأرض. وهذا المعنى ينعكس أيضا على الصعيد الاجتماعي، يعني أنت إذا ترجع للأمة اللي تتعدد بها الزعامات تنتهي إلى نفس النتيجة، الزعامات إذا تعددت توصل إلى نفس النتيجة. شلون يعني؟ يعني واحد يجر طول واحد يجر عرض، تصبح مصادر القرار متعددة، ينقلب الوضع رأسا على عقب. نعم هذا التعدد، مو يقول وتفرقوا فرقا
فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. بطبيعة الحال إذا صار هالقد أكو تعدد حتما راح ينتهي الأمر إلى فوضى لا حدود لها. وهاي هي الغلطة اللي وقعوا بها بعض حكام المسلمين. يعني تأمل من الأمويين أو من العباسيين كانوا يضعون أولياء عهد بدل ما يخلي ولي عهد واحد يجيب أربعة، خلاهم دول أولياء عهد، ولما خلوهم أولياء عهد تنافسوا ما بيناتهم وصار لك الضرب والضراب والقتل والقتال، وانتهى الأمر إلى مجازر وإلى دماء وإلى أن ضاع الأمر من يدهم وأقبل الأتراك فأخذوه منهم، أخذوه من عدوم نتيجة تعدد الزعامة. ومع ذلك تلقى هذا الفكر الرخيص اللي يباع ويشترى يوقف يبرر هالتصرفات، يوقف واحد على رأس المتوكل، المتوكل سوى ثلاثة أولياء عهد، يخاطبه يقول له ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك بالتقوى ويجدي كما تجدي. أي والله شلون تقوى عند المتوكل، مات ولحمه في كؤوس الخمرة، شبيهك بالتقوى ويجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. تأمل هذا اللون من التبرير، هاي الفكر الرخيص اللي يباع ويشرى، وهذا بالإضافة إلى خطأ يوقفون بدل أن يصححوا للمسار يجي الفكر يدفع إلى الإصرار على هذا الخطأ، إلى الإصرار. هذا تعدد الزعامات أدى إلى نتائج مروعة كانت. وانعكس قلت لك على الصعيد الاجتماعي، إن في تجربة الأندلس، عدنا في تجربة الأندلس مآشي مروعة نظرا إلى ذلك التعدد. مو يقول أحد الأدباء وقف يستهين بهالمعنى، يقول مما يجهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صورة الأسد. نعم، هل تشوف شات الآن، تشوف التعدد حاليا يعني بالواقع المعاش اللي تشوفه قدام عينك، التعدد يؤدي إلى الانقسام والانقسام يؤدي إلى الضعف، وينتهي الأمر إلى الحالة اللي تشوفها. ويح التعدد، ما أعز دمارنا لو كانت الأيدي يدا لا تشفع. في الآية تقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أكو نقطة هنا، شفت بعض الكتاب من أبنائنا الغيورين يعني بالواقع عند في نفسه هوى، شنو الهوى؟ يقول يا حبذا لو الله يرحمنا بأن مراكز قرارنا الديني يكون إلها رأي موحد. شلون يعني يكون إلها رأي موحد؟ يعني مثلا مجلس أفرض سمي مجلس كبار العلماء مثلا، مثل ما جاي يصير الآن عند الطوائف الأخرى، عند مثلا محل مجمع إسلامي مثلا، هذا المجمع يتوحد بالفقهاء، ما نقدر احنا ندك الفقهاء كلهم يعني نلغيهم ونخلي واحد وين، لا هذا ما يصير. يعني احنا باب الاجتهاد عندنا مفتوح وكل واحد ينتهي إلى رأي، لكن يمكن التلاقح بالآراء، يمكن تبادل الآراء، مجلس أعلى يكون لمراكز القرار الديني يجمع وتطرح المسائل، بدل من أن يتمزق الناس تصدر فتاوى موحدة ينتهى إليها، تتصارع الآراء إلى أن يحصل الاتفاق على رأي موحد. على أي حال قلت له خليك على هالأمنية هذا إلى أن الله يفرج نشوف شنو شلون. الله تبارك وتعالى بهالإيحاءات يدفعنا دفع إلى تبني طريق الصواب، يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد.
فمن كان يرجو لقاء ربه، نبه لي والله لهالنقطة. احنا عندنا من جملة أسباب الاختلاف بين الفقهاء المسلمين، من جملة أسباب الاختلاف فهم الدليل. شلون يعني؟ يعني مثلا فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو هذا يعتبروها مشترك معنوي، تيجي بمعنى يخاف وتيجي بمعنى يرجو. نبه، من كان يرجو لقاء ربه يعني من كان يخاف لقاء ربه، أو من كان يرجو يعني من كان يطمع بلقاء ربه. تحتمل المعنيين لأن هذا لفظ مشترك معنوي، تحتمل المعنيين. واحد من الفقهاء يقول المقصود به من كان يطمع بأن يرى ربه فيجوز رؤية الله، واحد من الفقهاء لا، يقول هنا يرجو بمعنى يخشى، يعني من يخاف من أن يلاقي ربه بذنوبه. وهذا اختلاف، إذا صار هتشلون من الاختلاف هذا ما اختلاف، ما بيبأس، ناتج من فهم الدليل. يظل هذا عند دليل وهذا عند دليل وتتقارع الآراء إلى أن ينتهى إلى الدليل إلى الرأي الصالح. هذا جدا طبيعي، جدا طبيعي، وموجود عدما، موجود بين كل المذاهب الإسلامية. كل مذهب من المذاهب يختلف مع المذهب الآخر في فهم الدليل، هذا فاهم الدليل بشكل وهذا. خلي أقرب لك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا. الشكر معروف، يقول فلان شكر. يجي مثلا أبو حنيفة يقول أن الآية في معرض الامتنان بالنعم، الآية جاي تمتن على العباد بما أنعم الله، ومن جملة ما تمتن تقول أن ثمرة النخيل اللي هو التمر، أو ثمرة العنب الكرم اللي هو العنب، إذن تتخذون من عند شاكر، يعني أباح شرب النبيذ ولو أدى إلى الشكر البسيط مثلا، تتخذون منه شكرا. الدليل طبعا طويل بس حبيت أنبهك إلى الرجل، ما قصده يريد يلحد مثلا في دين الله، لا، بس عنده خطأ بالتطبيق، خطأ غلط هذا الاستنتاج. الآخرين يقولوا له الآية تقول تتخذون منه شكرا ورزقا حسنا، جعل الشكر مقابل الرزق الحسن، إذا جعله مقابل الرزق الحسن معنى ذلك أن الشكر حرام والرزق الحسن مباح. نعم، يختلف وياه بالدليل. الاختلاف إذا كان ناتج من دليل إشكال ما هو، أما لا، الاختلاف إذا صار ناتج مو من دليل، من عناد، يجي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا راد يصلي يطلع يشيل الدؤابة مع العمامة، هذا الحنك، يرخي على الجانب الأيسر ويصلي، وهي السنة، لكن لما سووها الشيعة احنا تركناها. يا راسي وراسك، يعني فين دليل؟ يعني النبي سوى شيء احنا نمتثل رسول امر النبي، يعني هذا اللون. نبه، هذا اختلاف يمليه الشيطان، يمليه الهوى، ما يمليه الدليل. اما والله اختلاف من انا احترمه، اختلاف من ما عندي مانع، اختلاف من الدليل، واحد يقول لي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، والآخر يقول لي امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وكلاهما ينتهي إلى نتيجة موحدة. إذا أردنا نختلف بالمسح أو بالغسل هذا من الدليل، مو جاي من برا، لا مرة، لا والله جاي من العصبية، من الهوى. هذا الاختلاف الذي نأباه، هذا الاختلاف الذي نأباه. أعود للآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شنو معنى فليعمل عملا صالحا؟ يبدو أن العمل قبل أن يأمر الله به هو كان صالح. نبه شوي زين، مو هيا يكون نزاع عند الطوائف الإسلامية أن العمل الصالح شنو هو الذي يأمر الله به حتى ولو كان مو صالح، هذا هو الصالح؟ يو لا، الصالح في نفسه، يعني بتعبير آخر أكو حسن وقبح عقلي قبل أن يكون أكو حسن وقبح شرعي،
ويجي العقل يدرك الحسن والقبح ويستنتج أن الشارع يحكم بما حكم به العقل. مثلا خيانة الوطن، واحد يخون وطنه، هذا عمل صالح لو عمل رديء؟ طبعا عمل رديء، العقل يدرك هذا المعنى، والشارع سيد العقلاء، يجي عينا إذا حكم العقل هنا حكم الشرع، ما حكم به العقل حكم به الشرع. نبه لي، إذن العمل موصوف بالرداء قبل أن يحرمه الله. بر الوالدين، أنا لما أريد أبر والدي الله عز وجل يسميه هذا عمل صالح قبل أن يأمر به الله، لأن أنا أعرف أن أمي وأبوي تحملوا الآلام والمشقة وراعوني وربوني. صحيح صحيح أن هم مثلا سبب إخراجي إلى الوجود، لكن تحملوا ضيم وبلاء وعناء ونصب وتعب إلى أن كونوني، إلى أن أكبرت، إلى أن على منكبي. أنا لما أريد أرد لهم بعض الجميل، هذا عمل صالح ما يحتاج إلا الله يأمرني به، قبل أن يأمر الله به هو صالح، ويجي الأمر به من بعد كونه صالح. إذن العمل الصالح يعني الأوصاف للعمل تسبق الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يجي من بعد ما يعرف أن هذا صالح. الله لا يأمر إلا بالصالح ولا ينهى إلا عن الفاسد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من الأعمال الصالحة اللي اصطلحت العقول على أنها صالحة. تصور يعني كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يمر وهو راكب يضطر يتكلف النزول من على الناقة لين يشوف الأحجار بالدرب واقع يوخرها عن طريق المسلمين، يقول إماطة الأذى عن طريق المسلمين عبادة. هذا عمل صالح ما يحتاج إلا أن يأمر الله به، ما يحتاج إلا أن يأمر الله عز وجل به. الله تعبدنا بالعقول، العقل نبي من الداخل والنبي عقل من الخارج. إذن أنا الله أمرني بأن أعمل عملا صالحا. بعد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شلون يعني ولا يشرك بعبادة ربه؟ الظاهر المراد بالشرك هنا المراد بالرياء. هذا جندب، جندب العامري دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا أعمل العمل الصالح لوجه الله، أسوي العمل الصالح لوجه الله، أريد به وجه الله، لكن إذا طلع علي واحد وعرف أني عملت عمل صالح أنا أنشر، يعني أصير مشرور أن الآخرين يطلعون، يعني أشوف أن الآخرين عرفوا أني أنا أسوي خير أفرح بهذا أشر، هذا يضرني أو ينفعني؟ تفتل النبي صلى الله عليه وآله قال له إن الله عز وجل طيب لا يحب إلا الطيب، لا تشرك بعبادة ربك أحدا. قال له حتى هذا اقطع أملك من هالجانب، أن فلان يشوفك ويرضى عنك وفلان ما يشوفك ويشوفك وما يرضى، هذا لا تهتم به، لأن هذا فلان ما يقدر يضر ولا يقدر ينفع ولا يقدر يفيدك في الدنيا ولا في الآخرة بشيء، اللي يضرك وينفعك هو الله، هو الله. فأنت خليك انقطع إلى الله عز وجل، لأن الله يقول أنا غني عن الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. من عمل عملا أشرك به غيري فأنا بريء منه. الآية الكريمة تقول لا يشرك بعبادة ربه أحدا. جن من بعد هالجولة حول الآية، هاي الآية اللي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هاي الآية إذا قرأها القرآن الإنسان عند نومه قبل ما ينام يحفظها يقرأها، تكون له نورا من مضجعه إلى الكعبة الشريفة، تصير له نور. وإذا كان هو من أهل الحرم من أهل مكة
تكون له نورا من مضجعه إلى بيت المقدس. اتأمل هذا الحديث بإيحاء، بدلالة جليلة. شنو الإيحاء؟ بإشادة بمراكز ديننا. مركز ديننا الأول يعني الصوت اللي انطلق فوحدنا ونزهنا من عبادة الأصنام ورفعنا منين؟ من الحرم الطاهر، من مكة المكرمة، من هذا البيت، من صوت بلال، من هذا الصوت اللي ارتفع فوحد الله وألغى عبادة الأصنام. هنا هاي الكعبة لها مركزها في نفوسنا، إلها مكانة. وبعد اللي لا والله هو من أهل مكة يقول يفتح له يعني قناة من نور، مدخل من نور، طريق من نور، منين؟ من مكة إلى بيت المقدس. لأن اثنين هن قبلة، هاي القبلة الأولى وهي القبلة الثانية. هذه القبلة الآن الأولى اللي جيت تتعرض كما تسمع أنت يوم، يعني على أي حال يعني في واقع الأمر يعني إحنا أناس ما كنا يوم من الأيام منفصلين عن مشاعر إخواننا أبدا، إحنا دائما كنا الواقفين بوجه اليهود، وقفنا فكرا وقلما ودما، وقارعنا اليهود ابتداء من أيام أئمتنا إلى هذا. يا قدس من أختيك في درب السماء حيث الجباح لغيره لا تسجد، من كربلاء وللشهادة كعبة تبنى ودرب بالدماء يعبد، ومن الغري الطهر يرفع قدره فكر وفقه للإمام ومسجد، زحفت كتائب كم تود لو أنها من دون مجدك كلها تستشهد. نعم إحنا هذا اتجاهنا، هذا خطنا. كرمنا الكعبة وما أهناها، وكرمنا بين البيت المقدس وأعطينا دونه دماءنا وأعطينا دونه أبناءنا وأعزائنا، ولا تزال مشاعرنا مع إخوتنا. يعني إحنا هنا وصوتنا ومشاعرنا ودماءنا كلها تشترك بالساحة. أما الكعبة فموقفنا منها موقف دلل عليه أكثر من تاريخ، وتاريخ أننا رأيناها. يطلع الحسين يوم الثامن، يقول له واحد يا ابن رسول الله بينك وبين الحج شويعات، ليش ما تكمل حجك؟ يقول له إن بني أمية طلبوا دمي، وأبي أخبرني أنه يقتل بالكعبة كبش يستحل حرمتها، وما أحب أنا أستحل حرمة الكعبة، أريد تبقى الكعبة إلها مكانتها في نفوس المسلمين. الله عز وجل قال له احترمت بيتي لأجعلن قبرك كعبة لقلوب المؤمنين. شد خاطبة بالزيارة، اتخاطب وجعل أفئدة من الناس. الدوي اللي حول قبر الحسين، السلام على الأرواح التي حلت بفناء قبر أبي عبد الله، وأنا خنت برحلي سادتي طبت وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. بعد بس هذا على التربة، لا على التربة مشاهد لا تبرح مشاعر كل موالي. جينا من جد كربلا مضيعين بهزينا بقالة ومياشرين يسرى هولا
الهواحيد فزع شال حاد ضونا بليالي وقطع جنن انشد وين ابو الآن مشهد من المشاهد لي والحسين مثلها يوم وقف على مصرع يفيه أبي الفضل يمسح الدم والتراب عن وجه جينا نمشد وين أبو فاضل وقع ما تدلون الشريعة جاوبين بالصحيح وين وقفت زينب وقامت تصيح يا زينب يا كتر طايح جريح أو خيمي يحمي. اخواني توجهوا شويه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.